وينضم معنا من عمان الدكتور منتصر البلبيسي الأخصائي في الأمراض السارية للحديث عن الإغلاقات وإعادة الحظر في العديد من الدول العربية والأوروبية والغربية نتيجة تفشي جائحة كورونا. أهلا ومرحبا بك دكتور منتصر. مساء الخير لكم. حياك الله. بداية دكتور، ما الذي حدث بالتحديد حتى عاد الوباء للانتشار بشكل أكبر في العديد من الدول عالميا؟ نعم، يعني شهدنا في نهاية الصيف وبداية الخريف موجة شرسة، لربما لا في دور لعودة الطلبة إلى المدارس والجامعات، لأن هذا يشكل اكتظاظ واختلاط شديد. فأعتقد بأن هذا لعب دورا، بالإضافة إلى يعني بدء فصل الخريف وعودة البرودة إلى الطقس، لأن الفيروس يفضل يعني درجة الحرارة الباردة في الأنف للتكاثر. طيب، يعني ما الذي يمنع من أن توجد الدول لقاح للفيروس؟ روسيا تحدثت عن لقاح، وكان ذلك الأمر بالتوازي مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا، وحتى الصين تحدثت عن هذا الأمر. نعم، اللقاحات تأخذ فترة طويلة لأن تصل إلى المستشفيات. نعم، معدل أي لقاح 10 سنوات ليصل إلى مرحلة النجاح والاستخدام الآمن. لكن يعني هناك الآن حركة على أكثر من 120 لقاح حول العالم كما ذكرتم، ومنها تقريبا 6 أو 7 وصلوا إلى المراحل النهائية. ونحن في المجتمع الطبي يعني نراقب يوما بيوم، ونتوقع خلال الشهر القادم أن تنشر دراسات كبيرة على يعني عشرات الآلاف من المتطوعين تدرس مدى فعالية اللقاح وكم هو آمن. طيب، وهناك تفاؤل على المستوى الطبي بأن هذه اللقاحات ستثبت مجاعة وستساعدنا في الحد من انتشار الفيروس. طيب، يعني ماذا لو لم ينتج لقاح للفيروس؟ هل تعتقد دكتور أن الحجر والإغلاق سيسهم مرة أخرى في إعادة ضبط الأمور في وقت تراهن فيه دول أخرى على سياسة مناعة القطيع؟ يعني مناعة القطيع للأسف بعيدة المنال، واللقاح سيأتي بالتأكيد يعني بإذن الله. إنما حتى يأتي اللقاح، بعض طرق يعني تخفيف الانتشار، خاصة يعني عندما نجد في المجتمعات عدم الالتزام بطرق الوقاية البسيطة، لبس الكمامة والتباعد، فتجد يعني بعض الدول تلجأ إلى الإغلاقات. وبلا شك الإغلاقات تأتي نتيجتها انخفاض الانتشار، لأن الفيروس خبيث ولكن ليس بالذكاء الإنسان. كل ما علينا هو أن نبعد الناس عن الفيروس، سواء بالإغلاق أو بلبس الكمامات والتباعد 2 متر بين أنفسنا، اتخاذ إجراءات الوقاية. طيب، إلى أي مدى يمكن تحميل منظمة الصحة العالمية المسؤولية في استمرار تفشي الوباء؟ يعني هل نحن أمام فشل طبي وإداري دكتور، أم أن الوباء أكبر من إمكاناتنا؟ كل ما سبق وأضيف لك من يعني الخبرة الواقعية، بأنه برغم من المطالب البسيطة بلبس الكمامات، وبرغم من الدراسات الكثيرة التي أظهرت، ويعني بفرجيك واحدة منها، شايف كيف؟ يعني دون كمامات كانت الحالات في الصعود، مع الكمامات نزلت الصعود، لكن نجد صعوبة بالغة كبشرية بالالتزام بالكمامات والتباعد لسبب عجيب. لا شك بأن منظمة الصحة العالمية كان دورها مخيبا للأمال، ولكن يعني الوباء فعلا شديد، ومن أكثر الفيروسات يعني سرعة في الانتشار، وطريقه مفتوح
يعني عندما لا يجد الفيروس التزاما من الناس، هو يدخل الأنف بكل بساطة ويقوم بعمل المرض. طيب ماذا عن المصابين سابقا بالفيروس؟ ما احتمالات وخطورة أن يصابوا مرة أخرى بالفيروس مع إعادة الصين إعلان تسجيل إصابات جديدة في البلاد؟ يعني دعني أقول لك بأن هناك قاعدة علمية راسخة وتنطبق على جميع الفيروسات. طبيعة الخلق بأن الإنسان عندما جهاز المناعة يكتشف فيروسا دخل الجسم يكون ضده أجسام مضادة وخلايا مناعة خاصة مثل القوات الخاصة، وهذه المناعة يعني مدى الحياة وطويلة الأمد، عرفت كيف؟ فهلا إذا كان في حالات فردية واحد بالمليون ليكن، ولكن بشكل عام هناك قناعة طبية راسخة بأن المريض لا يصاب مرتين. طيب لكن ما الذي تملكه هذه الدول من خيارات لمواجهة تفشي الفيروس؟ وما المطلوب حاليا من الحكومات والمواطنين على حد سواء خصوصا في بلداننا؟ في بلداننا يعني المطلوب من الحكومات أن تنشر الوعي وأن تكثف يعني عبر جميع وسائل الإعلام والدعايات الرسائل الصحيحة بأن الفيروس موجود وبإمكاننا حماية أحبائنا كبار السن وإخواننا المرضى، والجيش الأبيض الأطباء يموتون بالجملة والممرضين، نحميهم جميعا بالتزامنا بلبس الكمامة. أنا لا أكرر هذا إلا بعد قراءة عشرات الدراسات. كل الدراسات أثبتت أن لبس الكمامة يحمي من الكورونا والفيروسات التنفسية الأخرى والإنفلونزا التي يكاد موسمها أن يبدأ. فلبس الكمامات بشكل عام يعني هي النصيحة الفقيرة ولكنها أفيد من ملايين الدولارات. نعم. الدكتور منتصر البلبيسي الأخصائي في الأمراض السارية كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.